بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن المقال، تعريفه وأنواعه من حيث الحجم أو الشكل والمضمون، ومن حيث الأسلوب، ومن حيث وسيلة النشر، ثم نتعرف على الخصائص العامة والسمات الفنية لكل المقالات. المقال: ما تعريف المجمع اللغوي للمقال، وما تعريف الأدباء له؟ عرفه المجمع اللغوي في المعجم الوسيط بأنه بحث قصير في العلم أو الأدب أو السياسة أو الاجتماع، ينشر في صحيفة أو مجلة. وهذا تعريف المجمع اللغوي. وعرفه الأدباء، وهذا الأهم، بأنه قالب من النثر الفني يعرض فيه موضوع ما عرضا مسلسلا مترابطا، يبرز فكرة الكاتب وينقلها إلى القارئ والسامع نقلا ممتعا مؤثرا. هو تعريف فني، وهو التعريف الأدق كما قلنا. المقال من حيث الشكل نوعان، وضحهما وبين الفرق بينهما مع ذكر أمثلة لكتابه. بالفعل المقال من حيث الشكل أي الحجم نوعان، المقال القصير والمقال الطويل. أولا، المقال القصير هو مقال الخاطرة، وهو الذي يتناول فكرة واحدة بطريقة مركزة شائقة وبأسلوب واضح وعبارة سهلة، ويطلق عليه العمود أو الخاطرة. وأحيانا يختار كاتبه لمقاله القصير هذا عنوانا ثابتا. مثل فكرة لمصطفى أمين، وما قل ودل لأحمد الصاوي محمد، ونحو النور لمحمد زكي عبد القادر في جريدة الأخبار، وفي الأهرام صندوق الدنيا لأحمد بهجت، ويوميات لأحمد بهاء الدين، ومواقف لأنيس منصور، ومجرد رأي لصلاح منتصر. المقال الطويل الذي يتراوح بين 2 صفحة و10 صفحات، في موضوع يعرضه الكاتب عرضا شائقا بلغة سهلة واضحة، محققا عنصري الإقناع والإمتاع، ومن كتابه طه حسين والمازني وأحمد أمين وغيرهم. كيف يختلف المقال من حيث المضمون؟ يختلف المقال من حيث المضمون بحسب طبيعة موضوعه وشخصية كاتبه وثقافته. فالكتاب يتفاوتون من ناحية خصب الفكر وضيق الأفق والميل للتركيز أو البسط والعمق والسطحية وامتلاك القدرة اللغوية والقصور فيها. هل يختلف المقال من حيث وسيلة النشر؟ بالفعل يختلف المقال باختلاف وسيلة نشره. فما ينشر للعامة أي القاعدة العريضة للجماهير في الصحف اليومية مختلف عما ينشر للخاصة المثقفين في المجلات المتخصصة، إذ يراعى مستوى القارئ في جميع الحالات. ما أهم أنواع المقال من حيث المضمون، وما أهم خصائص كل نوع مع التمثيل؟ أهم أنواع المقال من حيث المضمون: المقال التصويري، المقال النزالي، المقال الفلسفي. أولا، المقال التصويري خصائصه: يرسم فيها الكاتب شخصية أديب أو عالم أو غيرهما، فيبرز ما فيها من مزايا أو عيوب عن طريق رسم الصورة بالقلم لا بالريشة، كما فعل الشيخ عبد العزيز البشري في مجلة السياسة الأسبوعية، حيث تحدث عن عدد من كبار الشخصيات المصرية التي عاصرها بأسلوب يجمع فيه بين الدعابة وصدق النظرة. المقال النزالي خصائصه: يدور في المعارك الأدبية والفكرية، كالمعارك التي دارت بين العقاد والرافعي على صفحات مجلة الرسالة، ونشر الرافعي بعضها في كتابه على السفود أي سيخ الشواء، كما نشر طه حسين في الجزء الأول من كتابه حديث الأربعاء مقالات هاجم فيها أنصار القديم المتجمدين ودعا إلى التجديد. المقال الفلسفي خصائصه:
ظهر هذا النوع كفن قائم بذاته لا كجزء من التحرير الصحفي، كبعض مقالات الدكتور زكي نجيب محمود الفلسفية الموضوع. ما أهم أنواع المقال من حيث الأسلوب وما أهم خصائص كل نوع؟ المقال الأدبي والمقال العلمي الأدبي المتأدب العلم البحث. المقال الأدبي خصائصه يقوم على انتقاء الألفاظ وحسن تنسيقها وجمال الأسلوب ومزج الفكرة بالعاطفة والاعتماد على الأدلة الخطابية واستخدام الخيال مثل الصغيران للرافعي. العلم المتأدب خصائصه يجمع بين دقة الفكرة وجمال الأسلوب في صياغة سهلة. العلم البحث خصائصه تكثر فيه المصطلحات ولا مجال فيه للعاطفة مثل كتب الرياضيات والفيزياء وغيرها، ولذلك يستبعده النقاد من الدراسة البلاغية. ما أبرز الخصائص العامة للمقال؟ التكوين الفني، الإقناع، الإمتاع، القصر، النثرية، الذاتية، تنوع أسلوب المقال. أولا التكوين الفني عن طريق ترابط الأفكار وانسجامها، الإقناع عن طريق سلامة الأفكار ودقتها ووضوحها، الإمتاع بالعرض الشائق الذي يجذب القارئ ويؤثر فيه، القصر فلا يتجاوز بضع صفحات، فإذا طالت أكثر من ذلك صار بحثا أو كتابا، النثرية فالمقال فن نثري وليس شعرا، إذ إن جانب الفكر فيه أكبر من جانب العاطفة، وإن كانت هناك مقالات أدبية حافلة بالصور والموسيقى. الذاتية تظهر في المقال ذاتية الأديب وعاطفته ورأيه الشخصي. مهما كان موضوع المقال، فالحافز للأديب على كتابة مقاله هو رغبته في التعبير عن رأيه الخاص، ولذلك تظهر ملامح شخصية الكاتب من خلال مقاله. تنوع أسلوب المقال تبعا لشخصية كاتبه وطبيعة موضوعه كما يلي: فالمقال الذي يدور حول رأي أو فكرة يكون التركيز فيه على الجانب الفكري من حيث الصحة والدقة والوضوح، والمقال الذي يدور حول مشهد أو ناحية نفسية أو اجتماعية أو إنسانية يكون التركيز فيه على حيوية العرض وطرافته. المقال إذا كان فيه التعبير بأسلوب أدبي ظهر فيه التأنق في الألفاظ والعبارات والصياغة الفنية والتصوير الجميل والموسيقى المؤثرة. وإن كان في أسلوب علمي متأدب ظهرت فيه الألفاظ المحددة والعبارات الاصطلاحية مع السهولة وجمال الصياغة والصور التي تخفف من جفاف الأفكار. ما السمات الأسلوبية المشتركة بين جميع المقالات؟ السمات الأسلوبية المشتركة بين المقالات جميعا: ألف، وضوح الأسلوب وتجنب غريب الألفاظ والترفع عن الألفاظ العامية المبتذلة، لأن الهدف من المقال الإقناع والإمتاع للغموض والإلغاز. ب. قوة الأسلوب وبعده عن الخطأ في القواعد أو تنافر الحروف وغرابة الألفاظ وقلق العبارات والحشو والتطويل في الجمل. جيم. جمال الأسلوب باختيار الألفاظ الملائمة للمعنى والصور والمحسنات غير المتكلفة. مع نفهم نتعلم ببساطة.